الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. قال وفقه الله تعالى: ويهل بالإحرام نفلا يا فتى في يوم تروية على الرجحان. نعم، لا أعلم نزاعا بين أهل العلم في مشروعية الإهلال بالحج في حق من؟ المتمتعين فقط، لأن المفردين والقارنين لا يزالون على إحرامهم. فلا أعلم نزاعا بين أهل العلم في مشروعية الإهلال بالحج في حق المتمتع قبل زوال الشمس من يوم النحر، لأنه هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون إهلاله حين توجهه إلى منى. إذا ركب سيارته وتوجه إلى منى فيقول: اللهم لبيك حجا. ودليل ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. فأهلوا بالحج، ماذا قال؟ ويهل بالإحرام نفلا يا فتى في يوم تروية على الرجحان. وسمي هذا اليوم يوم التروية، وهي اليوم الثامن، لأن الناس كانوا يتروون من مكة قبل أن يخرجوا إلى منى، إذ منى كانت خارجة عن مكة وليس فيها ماء، فكانوا يتروون ويملؤون قربهم ويحملونها على رواحلهم استعدادا لما سيأتي من مناسك الحج، لأنهم بعد منى سيذهبون إلى عرفات وليست ذات ماء، وسيرجعون إلى مزدلفة وليست ذات ماء، فسيبقون يومين كاملين في مكان لا ماء فيه، فكانوا يتروون ويملؤون ما استطاعوا من القرب استعدادا لهذا الانقطاع عن الماء. فسمي اليوم الثامن بيوم التروية، وله اسم آخر وهو يوم القر، لأن الناس سيستقرون في منى تلك الليلة كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فإنهم لما توجهوا إلى منى أهل النبي صلى الله عليه أهل من مع النبي صلى الله عليه وسلم ممن تحللوا بالحج، انتبه، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه إلى منى فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، ثم أجاز حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، هكذا في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أنتم معي في هذا؟ فسواء سميناه يوم التروية أو يوم القر، كل ذلك لا بأس به ولا حرج. نعم.